تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي، ويشرق الكون من قاف ومن صادي. يا فتيات رتلوا القرآن خاشعة، قلوبهم في هناءة وإسعاد. سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة، وتاج عز لأجيال وأحفاد. سيروا فإن الدنا تشتاق من وله شوق الصحابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج حياتنا أجمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل حياتنا، وأن يجعلني وإياكم من السعداء في الدارين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. السلف رحمهم الله كانوا يكثرون الوصايا، ودائما تجدون وصاياهم التي يقولونها نابعة وناتجة استنباطا من النصوص الشرعية. يعني هو ما يقول دائما هذا الإمام قاعدة ولا وصية ولا نصيحة من عقله هكذا، هي استنباط وأخذ واستقراء للنصوص الشرعية. ومن أكثر هؤلاء الأئمة الذي كانوا يكثرون النصيحة والوصية لهذه الأمة هو أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، ورحم الله الجميع وجمعنا وإياهم في أعالي الجنان. الحسن البصري عاش في العراق، وكان من أقران الإمام محمد بن سيرين، وكان من أعظم الأئمة في زمانه، ويعني حتى من فصاحته ومن قوة عباراته، يعني يقولون يعني أعطي شيء من فصاحة النبوة والبلاغة شلون كان يتكلم. يقول الحسن رحمه الله، يقول: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها. اسمعوا لهذه الكلمة العظيمة والعبارة الجميلة. أهل التقوى، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أهل التقوى هم الذين يعني يتقربون إلى الله بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها. ما هي علاماتهم يا شيخنا أو يا أيها الإمام الحسن البصري؟ قال: صدق الحديث، ووفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة المباهات للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق فيما يقرب إلى الله، أو سعة الخلق فيما يقرب إلى الله. يعني هذه نقاط ذكرها الحسن البصري رحمه الله، تبين لك فقه هذا الرجل وعظيم بصيرته ودقته في استنباط الأمور. أهل التقوى الذين عناهم الحسن البصري هم الذين يتقربون إلى الله بفعل الطاعات والقربات. والإنسان كلما كان من أهل العبادة والطاعة كلما زيد له في تقواه إلى الله سبحانه وتعالى. التقوى قال بعض أهل العلم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، وهناك من قال أن التقوى هي كأنك تمشي في طريق وتخشى أن تقع قدمك على شوك منتشر في هذا الطريق. أنا أقول والله أعلم أن التقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي. كلما كنت من مكثري الطاعات يعني الأوامر ومبتعد عن المعاصي كنت من أهل التقوى. لذلك التقوى يا إخواني هي ليست درجة يصل إليها الإنسان فنقول أنت إنسان تقي، وإذا ما وصلت إليها أنت لست إنسان تقي، لأن لا أحد يعرف من هو المتقي عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه، فهي أمر قلبي ما يعرف الإنسان. لأنه ممكن يكون إنسان أمامنا مكثر من الطاعات ويكون عمله رياء لا يريد به وجه الله، يريد فيه شيء من حطام الدنيا. وقد يكون إنسان يعني يتقرب إلى الله
ويعني قليل أمامنا، لكنه إذا خلى مع نفسه زاد في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. إذن التقوى هي منزلة يصل إليها الإنسان، ولا أحد يستطيع أن يعرف هذا من المتقين أو هذا من المتقين. نعم لنا الظاهر، لكنها عند الله سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان أن يصف بها شخص ولا يصف بها إنسان آخر. قال البصري، الحسن البصري يقول أن هؤلاء الأشخاص الذين يصلون إلى منزلة ما نعرفها حنا، هل هم من أهل التقوى ولا ما هم تقوى، يقول لهم علامات، إذا وجدت هذه العلامات مجتمعة في شخص فاعلم أنه من المتقين عند الله سبحانه وتعالى. ما هي العلامات؟ قال صدق الحديث، يعني أنهم إذا تكلموا دائما حديثهم صدق فلا يكذبون. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق منجات، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق منجات، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب ضده فهو من أقبح الأمور وأشنعها، وقد يعني حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مثل هذه الخصلة الغير جيدة. ثم قال ووفاء بالعهد، لأن الإنسان مطلوب منه أن يوفي بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خطورة عدم الوفاء بالعهد، بل هي صفة من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالوفاء بالعهد تجده من صفات أهل التقوى. ثم قال وصلة الرحم، أن الإنسان لابد أن يصل الرحم. ويقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحم أنه من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال ورحمة الضعفاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. يعني الرحمة شيء عظيم، كيف الإنسان أن يكون تقي وهو شديد البأس على الضعفاء والمساكين. ينبغي للتقوى أن توطن في هذا الإنسان الرحمة وغيرها. قال وقلة المباهاة، المباهات للناس، فلا يجلس أمام الناس ويتباهى لهم بما لديه من خيرات ونعم، وكأنه ينظر إلى الناس بنظرة استكبار. فالكبر من يعني الصفات الغير جيدة، الكبر لله سبحانه وتعالى. أما الناس لا ينبغي أن يكونوا من المتكبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. قال وحسن الخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس يوم القيامة، يعني أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. طبعا قال وسعة الخلق التي تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هذه وصايا يا أحباب الكرام أوصانا بها الحسن البصري، ولو وجدت أن هذه الوصايا لو نظرت إليها تجد أنها كلها مستنبطة من نصوص شرعية. فالصدق أمر ورد فيه نصوص كثيرة، وحسن الخلق كذلك، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، وعدم المباهاة، كلها ترى ذكرت في نصوص شرعية. الحسن البصري رحمه الله جمعها لك وساقها، يعني وصاغها لك بعبارة حسنة جميلة، يريد لي ولك أن نصل إلى منزلة المتقين، جعلني الله وإياكم من أهلها. هذا ما لدينا في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي، ويشرق الكون من قاف ومن صادي، يا فتية رتلوا القرآن خاشعة،
قلوبهم في هناءات وإسعاد. سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاج عز لأجيال وأحفاد. سيروا فإن الدنيا تشتاق.